اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حارت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أولي العلم وأرباب الأول. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العيدة، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل، انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل، أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها أولى فيكفيني الخجل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بنعل، ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا مفات يوما بالكسل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل، كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل، كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل. فاترك الحيلة فيها واتكل، إنما الحيلة في ترك الحيل، أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من دون أب وبحسن السبك قد ينقي الزغل. إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل، غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أم أقل،
اكتم الأمرين فقرا وغنا واكسب الفلس وحاسب من بطل والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل لا تخض في حق سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغاضى عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل مل عن النمام وازجره فما بلغ المكروه إلا من نقل دار جار السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عذل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا أو مثل لا توازي لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص عزل فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي من مدارات السفل قصر الآمال في الدنيا تفز فدليل العقل تقصر الأمل إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل غب وزر غبا تزد حبا فمن أكثر الترداد أقصاه الملل لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل خذ بنصل السيف واترك غمده واعتبر فضل الفتى دون الحلل حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذ للجعل عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل لا يغرنك لين من فتى إن للحيات لينا يعتزل أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل أنا كالخيروز صعب كسره وهو لدن كيفما شئت انفتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل ليس فيهم عاجز إلا بطل ليس فيهم عاجز إلا بطل.